في الفيديو ده باذن الله هنستكمل اللي انا قلته في الفيجوال باسوي. بعد ما عرفنا الفيجوال باسوي، اوبتيك نيرف، كياسما، تراكت، ولاترال جينيكيوليت بودي، اوبتيك راديشنز اند فيجوال كورتكس، هنتكلم دلوقتي لو حصل قطع في اي حته من البصري. بس قبل ما نتكلم على فكره القطع لازم اقول نقطه مهمه جدا. اخذته في السكشن عنوان فيجوال فيلد. فيجوال فيلد كانوا بيقولوا لكم غمض عين وبص بعينك الثانيه المفتوحه في المرايه، وكان في قوس اسمه بيريميتر، والدكتور كان بيجيب قلم على القوس من فوق، واول ما تشوف الالم قول لي شايف لا شايف لا شايف ان الالم جه في مجال الرؤيه بتاعك. طب ايه الفكره؟ النيزل فايبرز اللي عمل الكروسنج عملها باللحظه خلتني اشوف تمبورال فيلد، وده مهم، وده عكس فكره الريتنا. الفيجوال فيلد عكس الريتنا، النيزل تخليك تشوف بره، يعني النيزل فايبرز تخليني اشوف الفيلد اللي بره اللي ناحيه التمبورال بول، والعكس التمبورال فايبرز اللي انا حاطط الصبايا عليها تخليني اشوف لجوه، اسمه نيزل فيلد. يبقى علشان الدنيا تبقى سهله هقول لكم انا هعمل ايه. ادي يا جماعه الفيلد عندي بنعملها باللون الاسود كده، ان ده نيزل ده اللي جوه، واللي بره تمبر. فانا هعمل ايه بقى؟ كل ما اجي اتكلم على ليجن يحصل هقول لك مين باص، نيزل ولا تمبرال ولا الاثنين. نيجي بقى نقول ايه اول قطع وهعمل كده. ادي الاكس هسودها جامد، انا كده قطعت النيزل فايبر والتمبرال فايبر بتاعت العين دي او العين اليمين. طب انت لما تبوظ الاثنين شيء طبيعي، العين اليمين مش شايفه سواء نيزل او تمبر، لا شايف جوه ولا شايف بره، ده بالاخر اتعمل عندي عيني. اما العين الثانيه ادي نيزل وادي تمبرال سليمه. يبقى ده الاحتمال الاول. مين الاحتمال الثاني؟ وهقول عليه بي، تاني تشويس. عملت الاكس عند الاوبتيك كياسما فين؟ في السنتر بتاعها. مره اقول سنتر ومره اقول بريفري. نبتدي بالسنتر. المفروض ان هنا في نيزل فايبرز جايه تعمل كراسك، ما قدرتش بتاعت العين الشمال ولا النيزل بتاعت العين اليمين، ما هو لازم كراس هنا في السنتر. يبقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل في العيان ده في نمبر بي انك فقدت التمبرال فايبر، التمبرال فيلد بتاعت العين الشمال، وفقدت التمبرال فيلد بتاعت العين اليمين، لان تو نيزل فايبرز يخليني اشوف لبره، قلنا ده عكس الريتنا. يبقى انت فقدت الاثنين فسموها باي تمبورال هيمي انوبيا. والكلمه دي معناها ايه؟ اوبيا معناها فيجن، وان يعني مفيش، وهيمي يعني نص الفيجوال فيلد ضاع منك. ايوه نص الفيلد، تمبورال يمين شمال وتمبورال يمين. طيب امتى الكلام ده يحصل؟ ده بقى اللي اتقال لكم في الاكروميجالي زمان وما كانتش الناس متخيله. ليه؟ الاوبتيك كياسما بتكون فوق السله ترسكا، فوق البيتيوتري. يا جماعه البيتيوتري هنا، كل ما البيتيوتري تكبر مريض الاكروميجالي، فاكرين انكريز جراس هرمون افتر يونيون اوف ايبيفيز، كل ما تكبر منقطع ايه؟ هتيجي عند السنتر تضغط عليه فتمنع النيزل فايبرز يمين وشمال ان هم يعملوا كراسنج،
عشان كده قلنا باي تمبرال هيمي انوبي. نيجي للاحتمال الثالث اهو سي، ان جه انيوريزم. عارفين انيوريزم زي انتفاخ. ايه الانتفاخ ده؟ فيسل عادي جزء منه انتفخ، زي بالظبط الكارات الارضي. كارات الارضي عادي جزء انتفخ فاسمه انيوريزم. لما انتفخ ضغط على البريفري او جناب الكيازما، لما تضغط على الجناب او بتضغط اكتر هتيجي على مين؟ على التمبورال فايبرز اللي بتخليني اشوف نيزل فيلد. طب الانيوريزم هيجي يمين وشمال يضغط على الاثنين تمبورال فايبرز، يبقى معنى كده ان انت عندك باي نيزل هيني انوبيا، فقدت النيزل في اليمين والشمال. فتبقى ازاي في العيان ده؟ اهو هنيجي نسود الحاجه اللي انت فقدتها، فقدت النيزل هنا وهنا، فقدت النيزل هنا، فباي نيزل هيني انوبيا. في نقطه عايز اقولها مهمه، اللي عنده اكروميجالي ايوه عنده باي تمبرال هيمي انوبيا، عارفين يشوف الدنيا ازاي؟ من خلال نيزل فيلد فقط. يعني ايه يا دكتور؟ يعني يشوف الدنيا من جوه، يعني كانه بيبص في مايكروسكوب بتاع السكشن، وانت بتبص في ميكروسكوب انت باصص كده، انت مخلي الفيلد بتاعك ضيق قوي. فسموها زمان تيليسكوبيك فيجن، ما كانوش اكتشفوا المايكروسكوب، قالوا زي التليسكوب اللي بيشوف بيه القمر، ده انا محدد الرؤيه بتاعتي. لغايه دلوقتي انا قلت ثلاث مشاكل، اوبتيك نيرف ليجن واوبتيك كياسما سنتر اند بريفري، ناقص لي اربع احتمالات كمان. ايه هما بقى؟ بص اوبتيك تراكت يبوظ، و اوبتيك تراكت اللي هو الاثنين دول، ولاترال جينيكيوليت بادي، و اوبتيك راديشنز. التلاته دول نهايتهم واحده. ليه؟ تعال نبص، لو باظ الاوبتيك تراكت اللي في العين الشمال ايه اللي حصل؟ هتقول لي النيزل فايبر اللي جايه من اليمين ما عملتش، ما كملتش، تمام، والتمبورال فايبر على نفس الناحيه ما كملتش، اهي انا حاطط ايدي عليها. طب عايز توصل لايه؟ وتعالى ارسم بقى الفيلد اهو. التمبورال فايبر بتاعه العين دي، يبقى اذا انت فقدت هنا ايه؟ فقدت النيزل، النيزل فيلد في العين الشمال. طب والناحيه الثانيه انت فاقد مين؟ فاقد التمبورال فيلد في العين الثانيه، يبقى انت فاقد تمبورال فيلد في الكونترا لاترال اي، وفاقد نيزل فيلد في نفس العين. فالمنظر يبقى ازاي قدامك؟ بصوا على المنظر، فقدت نيزل هنا وتمبورال الناحيه الثانيه. اقدر اسمي التسميه باي تمبورال؟ لا، لان مش الاثنين تمبورال فيلد باظوا. اقدر اسميها باي نيزل؟ برضه لا، لان مش الاثنين نيزل فيلد باظوا. طب نسميها ايه؟ اقول لكم التسميه هيمي انوبيا. هتقولوا احنا معاك ان نص الفيلد باظ في العين دي ونص الفيلد باظ في العين الثانيه. قالوا بس هسميها هومونوماس هيمي انوبيا. طب يعني ايه هومونوماس؟ متجانس. دكتور وفين التجانس دي؟ التجانس اهو، تخيل ان الليجن ماشي في هذا الاتجاه، مش ده ليزر؟ وادي تمبر. لو انا قلت لك الليجن ماشي فين؟ هتقول لي اهو واهو، يعني كانهم على لاين واحد، حته ماسيماتيكا. فقالوا هومونز وهسميها كونترا لاترال. الله، طب ليه كونترا لاترال؟ لان العين الثانيه اللي
التيمبورال فيلد اللي هو النيزل فايبر اللي كان مفروض يعدي وما كملش. يبقى التسميه على بعض كونترا لاتر هومونوس هيني انوبل. الكلام ده يمشي على اوبتيك تراك يمشي على لاترال جينيكيوليت بادي اللي تحت يمشي على اوبتيك راديشنز. ما هو شيء طبيعي اذا كان المشكله دي حصلت هنا مكان ايدي طب واللي تحتها ما هتعاني من نفس المشكله. طب واللي تحتها ما هي نفس المشكله كله نفس المشكله. طب ما دام كلهم حاجه واحده ليه قلنا عليهم ثلاث احتمالات مختلفه؟ هقول لك ليه. انا عايز اثبت لك انت كدكتور ازاي تميز بين الثلاثه. قالوا هنميز باللايت ريفلكس. يعني ايه يا دكتور لايت ريفلكس؟ هجيب تورش اوف لايت العادي بتاع السكشن. مين في الثلاث حالات دول اللايت ريفلكس بتاعه يضيع؟ هتقولوا لي ايه ده؟ لايت ريفلكس يضيع؟ ما هو اكيد اللاترال جينيكيوليت بادي ما يتاثرش والاوبتيك راديشن ما يتاثرش. ما يتاثرش باللايت ريفلكس طب ليه؟ ارجع لفيديو نير فيجن. فيديو نير فيجن واللايت ريفلكس، انا اللايت ريفلكس ايه الباس واي بتاعها؟ اوبتيك نيرف كياسما تريكت بريتكتال نيوكليس. بص اهو بعد الاثنين اي دبليو ان امبوس سايز. هل في سكه اللايت ريفلكس ذكرت لاترال جينيكيوليت واوبتيك راديشنز؟ هتقولوا لا ده مش في المسار بتاعها. يبقى الاثنين دول اللايت ريفلكس فيهم سليم ما فيش ما بيتاثروش باللايت ريفلكس. مين اللي يتاثر؟ اوبتيك تراكت يا جماعه نيرف كياسنا تراكت. طب انا معاك كده احنا قلنا ست احتمالات اوبتيك نيرف ليجن، احتمالين في الكياسنا سنتر وبريفري، وثلاث احتمالات تراكت جينيكيوليت بادي وراديشن. الاحتمال السابع قبل ما اجي اقول السابع عايز افكرك بحاجه في الاناتومي اكيد سمعتوا عنها. حاجه اسمها كوادرانتالوبيا ودي مهمه جدا. كوادرانتالوبيا معناها ايه؟ كلمه كوادر باللاتيني معناها ربع الفيلد ضاع. يعني ايه يا دكتور؟ اهو لو نتخيل ده الفيلد الربع يعني كده الحته اللي انا هظللها دي ده ربع الفيلد. بس دكاتره الاداه اللي قالوا ربع الفيلد يضيع يتوقف عن المكان. يعني ايه؟ لو انا فرضت ان التمبورال لوب حصل له ليجن يبقى اذا الكوادرانتالوبيا ده ايه؟ سوبيريور. يعني ربع الفيلد اللي ضاع اللي فوقان ده لو تمبر. لو بتكلم على بارايتال لوب هو اللي اتأثر يبقى ربع الفيلد التحتاني انفيريور كوادرانتالوبيا. دي بنسألها في العدم بالنسبة لطلبة سنة تانية. كوادرانتالوبيا ده يأثر على مين؟ مين يتأثر؟ تقول لها يا تمبرال لوب يا بارايتال لوب. بس عايزين رأي the most common loop affected لا هو temporal ولا هو برايتال ده occipital cortex. طب وطالما قلت occipital ده هيجرنا للاحتمال الثامن والاخير الماكيولا. يا جماعه ممكن تتاثر ولا لا؟ قالوا مستحيل الماكيولا تبقى توتالي افكت. ليه؟ واخده دبل بلاد سبلاي بوستيريور سيريبرال ومن الميدل سيريبرال ارتري. لو في واحد من البرانشز اوبستراكتد التاني شغال يعني عمرها ما هتعاني من اسكيميا مش هيحصل. طب الاحتمال التاني ايه بقى؟ ماكيولا قالت انا هقلد اريا 4 بتاعت الموتور. فاكرين اريا 4 موجوده على وايد
سيرفيس اريا في الكورتكس مساحتها كبيره مستحيل تبقى توتالي افكت. الماكيولا زيها وايد ريبريزنتد. طب هو ليه يا دكتور ربنا بيحميها قوي؟ لان الماكيولا في نصها بيبقى فيه ديبريشن او انخفاض اسمه فوفيا سنترالس، وده احسن مكان بتشوف فيه في كونز بدرجه كبيره. معقوله ربنا يضيعك ذا بيست فيجوال اريا؟ اكيد لا. عشان كده ليه حمايه مزدوجه دبل بلاد سبلاي اند وايد ريبريزنتد. اتسمت في الكتاب بكلمه ايه؟ ماكيولا سبيرنج. سبير زي العجله اللي ستبن في العربيه، انا بحافظ عليها. في نهايه الفيديو ده افكرك بالثمان احتمالات. واحد اوبتيك نيرف ليجن، سنتر اوف اوبتيك كاست، بيريفري بتاع الانوريزم اوف اوبتيك كاست. ثلاث احتمالات تراكت، لاترال جينيكيوليت، اوبتيك راديشن. كده سته. سابع احتمال كوادرانتالوبيا، امتى سوبيريور وامتى انفيريور. تاني احتمال ماكيولا سبيرنج بحمايه مزدوجه.